بونجور بكالوريا أدبي منهاج حديث، نحن بقلباج 24، نحن بالصفحة 24، قربنا نخلص التراجيديا. نحن بالقسم الرابع من الوحدة الثانية اللي بتحكي عن تراجيديا. أخذنا مسرحيتين تراجيديات كانوا أندروماك وأنتيغون. هلأ رح ننتقل لنوع جديد اللي هو طالما مثل ما شايفين فيزاج تريست فيزاج سوريان، هو تراجي كوميدي، نوع بين الاثنين. أمي شما entre la comédie et la tragédie, la tragicomédie s'est fait connaître auprès du public français au début du XVIIe siècle. Elle connaît son apogée dans les années 1630-1640. C'est un genre transitoire car elle fait le lien entre le théâtre et le roman, entre la tragédie et la comédie. La tragicomédie se définit par une intrigue tragique et un dénouement heureux, digne d'une comédie. On trouve aussi un aspect romanesque dans les actions et cela rend difficile le respect de la règle des trois unités. La tragicomédie traite de sujets plus modernes et plus légers, comme l'amour, les voyages et l'aventure. Tandis que la tragédie préfère les sujets nobles comme les héros antiques et la politique. Le site contient des éléments caractéristiques de la tragédie, un héros noble, un obstacle et un amour impossible. Mais la résolution de la pièce est digne d'une comédie. Il s'agit d'une fin heureuse et un mariage. Thème typique pour un dénouement de comédie. إذا فهمنا شيء فإنه نحن نحكي عن نوع في منتصف الطريق بين التراجيديا والكوميديا، في منتصف الطريق بين الكوميديا والتراجيديا، نوع جديد الكوميديا تراجيدية، لا تراجي كوميدي، اللي هي عرفها الجمهور الفرنسي في بداية القرن السابع عشر، هاي 17. Elle connaît ou بلغت son apogée ذروتها أوجها بين الأعوام 1630-1640، يعني قرن 17. C'est un genre transitoire. إنه نوع عابر. انتبهوا للكلمات هلا هون. Un genre transitoire. بحطوا لي هاي، بحطوا لي خيارات. هل هي تراجيدي ولا كوميدي ولا تراجيكوميدي؟ لازم أعرف أختار. Car elle fait le lien, لأنها تربط بين التياتر et le roman، بين المسرح والرواية، entre la tragédie et la comédie، بين التراجيديا والكوميديا. كيف منعرفها؟ منعرف التراجي كوميدي بأنه هي intrigue tragique، حبكة تراجيدية، dénouement heureux، وخاتمة سعيدة. هلا بجوز يقلبوا لكم المعطيات، يحطوا لكم intrigue heureux، dénouement tragique، ويحطوا الأسماء. لازم أعرف شو هو الصح. العقدة هي حزينة تراجيدية لكن الخاتمة سعيدة، تليق بكوميديا. ونجد أيضا في عندي أسبي رومانسك، عندي جانب رومانسي، دخل جانب رومانسي. هلا بحطوا لي أن أسبي رومانس رومانسك، هل هو بالتراجي كوميدي ولا بتراجيدي ولا بالكوميدي؟ لازم أعرف. هدول هيك تجي الأسئلة، نقشات صغيرة من نظري. ما راح يقول لكم احكوا لنا المسرحية، لخص لي المسرحية الفلانية، لا، اسم المسرحية، مين الكاتب، أي قرن، وهالأفكار هدول. وكله راح أنزله، بس إن شاء الله راح أنزله قبل الفحص مو بعده. عينه خير. إذن في جانب رومانسي في الأفعال، وهالشي هذا بيخلي احترام الوحدات الثلاثة صعب، الزمن والمكان والحدث، ما عم يقدروا يتأيدوا لأنه دخل نوع جديد. فالتراجي كوميدي هو بيعالج كمان هلا أي مواضيع، بيعالج لأي مواضيع، بيتطرق لمواضيع أكثر عصرية وأكثر خفيفة، يعني مي المواضيع الخطيرة اللي بتتعلق في أمن الدولة وفي يعني شغلات الخطيرة، لا، مواضيع خفيفة صارت أخف، مثل الحب
مثل لفوياج السفر، مثل المغامرة، بينما تراجيديا بتفضل مواضيع النبيل الرصيني. هون مودرن وهون نوبل، مثل الأبطال القدماء والسياسي. مسرحيتنا اليوم هي مسرحية السيد، اسمه لسيد طبعا للعربي داود، لأنه هو معركة مع المغاربة شمال أفريقيا. فالسيد هي تحوي على عناصر تتصف بها تراجيديا، اللي هي بطل نبيل وفيها أوبستاكل عائق عقبي وفيها حب مستحيل. هي مواصفات التراجيديا إغونوبل أوبستاكل أمور أمبوسيبل مي لا ريزوليسيون، لكن نهاية المسرحية بتكون كوميدي، خاتمة سعيدة مو مضحكة، سعيدة. Il s'agit d'une fin heureuse, هي نهاية سعيدة، مارياج زواج، بينما بتراجيديا ما في، في موت. دايما تراجيديا الكلاسيك نهايته مور، موضوع نموذجي. هالزواج هو موضوع نموذجي بتناسب مع خاتمة الكوميديا. On passe à la page 25. هي مسرحية للسيد، السيد للكاتب كورني. Lisez le résumé suivant de Le Cid de Corneille, puis répondez aux questions suivantes qui suivent. اقرأ الملخص التالي لمسرحية السيد. لا تستغربوا انه في عندي هون de Le، انا ما بدي اربطها لانه هي اسم المسرحية، اسمها Le Cid، فما بدي اعملهم du لانه هذا اسم السيد، كأنه عم نعطي اسم انسان. فهذا هلأ ملخص، طبعا ملخص مو مطلوب، بس ممكن يجي جمل منه يسألوكم عن نظري اللي هلأ قريناه، ثم أجب على الأسئلة التي تلي. الملخص بده روح، يلا بس لا تناموا، إن شاء الله تكونوا صحيانين مشان ما تناموا، لأنه هيك حكاية والحكاية بتنوم. résumé de le Cid، ملخص مسرحية السيد. la scène se déroule à Séville، المسرحية جرت سيفي إشبيلية في إسبانيا. أكت نقرأ فصل فصل وبعدها نشرحه. أكت 1. Elvire, la gouvernante de Chimène, apprend à celle-ci que le comte, son père, approuve son choix d'épouser Rodrigue. Scène 1. Elle tente aussi d'écarter les doutes de Chimène quant à son accès au bonheur. L'infante de Castille, qui est une amie de Chimène, a contribué à unir les deux amants. Mais elle avoue qu'elle aime Rodrigue, et ce, malgré leur différence de rang social. Scène 2. Le comte et Don Diego sont rivaux, car le roi vient de nommer Don Diego gouverneur du prince de Castille. Don Diego veut cesser de se quereller et évoque le mariage de leurs enfants. Une dispute éclate et Don Diego insulte le comte. Scène 3. Don Diego est hors de lui. Il doit se venger. Scène 4. Il demande à son fils, Rodrigue, de le venger en combattant le père de Chimène. Scène 5. Le dilemme cornélien apparaît avec la conclusion suivante de Rodrigue, courant à la vengeance. Scène 6. إذن الفصل الأول بيتألف من 6 مشاهد. السنة هو مشهد. نشرحه وبعدها نمشي مقطع كل فصل بفصله. الفصل الأول، إلفير اللي هي إلفير هي مربيتها وصيفتها لشيمان. هي هون وصيفة يعني مربية، بتقول لشيمان إنه الكونت أبوكي اسمه أبوها دون غوميز إنه وافق على خيار تزويجك برودريك اللي بتحبه. إذن شيمين ورودريك بحبوا بعضهم. الوصيفة بتقلها إنه أبوك وافق، أبوه اسمه دون غوميز، أبوه اسمه دون دييغ. الله يعينكم حفظ الأسماء.
التونت بتحاول كمان تبعد الهواجس عن شيمين، لأنه بيعرف إنه دايما في عوائق بالنسبة للحب، بأنه هي متخوفة إنه تبلغ توصل للسعادة. لانفان دو كاستي، لانفان دو كاستي هي ولية الابنة، ابنة الملك في إسبانيا اسمها لانفان، مو الاسم اسمها هي، لا يعني سعاد وسلوى، لا هي لقب إنه ولية العهد أو ابنة الملك، كاستي ابن الملك إسبانيا، اللي هي صديقة لشيمين، بتساهم بأنه تربط توفق بين الحبيبين شيمين ورودريك. بس كمان هي بتعترف لوصيفتها أنه هي بتحبه لرودريك، بس في فرق بيناتهم، صحيح هو نبيل بس هي بنت ملك، وهذا رغم الفارق المرتبة الاجتماعية. سين دو بالمشهد الثاني. هلا لوكونت، لوكونت جوميز يعني ابوه، ادون دييغو ابوه وابوه هن اثنين محاربين قدماء عند الملك، بس دون دييغ هاد اكبر بالعمر من هاد، هاد مسن، هاد اصغر شوي، ابو البنت اصغر من ابو الشاب، فهن متنافسين، خصمين متنافسين. ليش؟ لأنه الملك فيان دو نومي بيسمي دون دييغ، بيسمي لأبوه لألو لرودريك، بيسمي الأب، بيعينه أنه أنت تدرس لي وأنت رعا لي، أنت تكون مشرف على أمير إسبانيا، يعني أعطاه شو بيقولوا يعني الشغلة تكرموا فيها، تشريف لدون دييغ بأنه يسلمه أنه ابنه اشراف على كل شيء يعني فيه. فبيتضايق دون جوميز انه هو بيشوف حاله بسعر هداك، ليش يعطي له وما يعطي، ليش يعطي لدون دييغ وما يعطي له هالحظوة هاي دون دييغ. فبيتجادلوا، بس دون دييغ بيحاول جهده يخفف من النقاش، لانه هو بده يتم الزواج بين اولاده، لانه يتم الزواج ما بدهم يتقاتلوا، بس بصير خلاف. هلا هون مو هون في شيء ما زبط في الكتاب، الظاهر خطا مطبعي او شيء، هو اللي بيهين هو ابوه، بهينه لاله، مو العكس، هو مكتوب انه ابوه لرودريك هو اللي بهين الكونت، لا بالعكس، بصير خلاف بيناتهم، بس ابوه بينسفوا كف بينسفوا كف لابوه، يعني هانه لا تغتفر، لانه بيحتدوا بالنقاش لحتى دون جوميز ابوه لشيميل بينسفوا كف لدون دييغ لابوه لرودريك. هلا ابو لرودريك ما بيقدر يرجع، ما بيقدر يرد له اياها، لانه هو اكبر بالعمر وبيعرف انه هو راح يخسر. دون دييغ بيطلع عن طوره ولازم ينتقم، بس كيف بده ينتقم؟ ما بيقدر ينتقم لحاله، هو صار كبير بالعمر، فبيطلب من ابنه رودريك، تفضل يا ابني انت، دايما هن الاهالي بيرتكبوا هالاخطاء ونحن بقى بدنا نصلح، بقول له يلا يا ابني انت طلع انتقملي وبارزه، دايما الحرب بتكون بالقديم هي مبارزه مع ابوه لشيمين. هلا طلع الديليم كورنيليا، يعني العقبه الكورنيليه، يعني العائق ظهر مع بالخاتمة اللي بيقوله بنهاية الفصل، بيقول كورون لا فانجونس، طبعا هو بيعيش عذاب فظيع، ولأنه بيقول هيا إلى الانتقام، ما في قدامه حل، يعني يا ولا بده يكسب حبيبته ويعيشوا في العار، ولا بده ينقذ شرف أبوه، ما بعرف شو تتصرفوا إذا كنتوا محله. فهو بيلاقي قدامه هدية، الديليم هذا هو العائق، العقبة اللي بتوقف أمام الحب، دايما في حب وفي عائق، هذا هو العائق، الإهانة اللي توجهت لأبوه، فبده ينتقم لأبوه من أبو حبيبته، ما في مصالحة ولا في بوسج وارب ولا في شيء، ما في غير الدم بيغسل العار. أنا رح وقف هون ومنكفي بالدرس الجاي، معلش حتى تتشوقوا للنتيجة أكثر. كانت معكم مدام مابلكم، أخوفوها على فخشين فوق، باي باي.